من التكريم للإذلال، حكاية بسي ويثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك. سنة 1970 ابتكر أتلتيك بلباو عرف جديد في كرة القدم. نظم فريق بلباو باسيو، وهو الممر الشرفي بالإسبانية لأتلتيكو مدريد بطل الدوري، ليصبح تقليد متبع في كرة القدم لتكريم البطل بعد تتويجه. وسنة 2008 أقام برشلونة آخر ممر شرفي في الكلاسيكو لريال مدريد بطل الدوري. اختلف الأمر بمرور الوقت، وبدأ يشوف مقيمه الممر الشرفي إنه انبطاح وإذلال، خاصة بعد نظرات بعض لعيبة ريال مدريد وبرشلونة. وفي سنة 2018 شهد بداية التحول. رفض برشلونة إقامة ممر شرفي لريال مدريد بعد التتويج بكأس العالم للأندية، وعلل برشلونة وقتها عدم تنظيم الممر بأنه لم يكن مشارك في البطولة. ورد ريال مدريد في نفس السنة بعدم تنظيم ممر شرفي لبرشلونة بطل الدوري. وفي انجلترا أقدم جوارديولا على إقامة ممر شرفي لليفربول سنة 2020 بعد تتويج الريدز بالدوري، بس بعد الممر انتقم مان سيتي في المباراة باكتساح ليفربول برباعية. وعلى عكس الهدف الأساسي من الممر وهو تكريم البطل، نظم ريال مدريد ممر شرفي بس المرة دي للخاسر أتلتيكو مدريد في نهائي دوري الأبطال، وده المتابع عندنا في ماتشات الأهلي والزمالك. نظم الزمالك ممر شرفي للأهلي بعد تتويج الأبيض بالكاس في يوليو 2022، ونظم الأهلي ممر شرفي للزمالك بعد تتويج الأحمر بالسوبر في أكتوبر 2022، ونظمت فرق الدوري المصري ممرات شرفية عديدة للأهلي والزمالك بعد تتويج القطبين خلال السنوات الأخيرة، طالما المتنافسين مش أهلي وزمالك. هل هنشوف يوما ما في القمة حدث وتقليد جديد بتنظيم ممر شرفي للبطل لأول مرة في مباراة ترفعها القطبين؟